مثل هذه الافتراضات تفترض بأن أوبك بلس كتحالف لن يستمر في الالتزام، لكن إذا بالناظر لنسب التزام أوبك بلس خلال الأشهر الماضية وحتى الشهر هذا يعني شهر فبراير، النسب عالية جدا تفوق 100%، تقريبا 105 103 108، يعني استمرت لأشهر الآن كلها في حدود 100 وأكثر من 100، فهي تؤكد التزام الدول. ولا لا ننسى أن هناك دول يعني تضحي أكثر من دول أخرى، فما دام تحقق يعني هذه النسبة بلا شك هذه الافتراضات ليس لها يعني قاعدة. قاعدتها تأتي أن في يعني في أن في بعض أن التحالف أو سبحة التحالف ستفرط، وبالتالي الناس ستقبل على إنتاج، على زيادة الإنتاج، وهذا لن يحدث لعدة أسباب كما ذكرت لك، يعني سواء بالنسبة تأكيد على التعويض على زيادة على الإنتاج، أو بالنسبة لتأكيد التحالف وتواجده والتفاهم السعودي الروسي وتفاهم روسيا مع الدول، أو بالنسبة ل يعني يعني حرص المملكة العربية السعودية ودورها الفعال في التمديد خفض الانتاج، وليس ذلك حتى عودتها، لان تدري لما نتكلم عن مليون برميل يوميا كما اعلن الامير عبد العزيز بن سلمان بان حتى عوده المليون الى السوق ستكون تدريجيه، وبالتالي ايضا هذه اعطت اريحيه كبيره لاسواق النفط.